السلام عليكم، أنا زنوبيا من بغداد. أرحب بكم قناتي زنوبيا شانل، واليوم راح أسوي لكم ريفيو عن سايرز ماء الورد، سايرز الأمريكي بنبتة الويتش هيزل هذا، وأيضا ريفيو مقارنة بينه وبين ماريو باديسكو هذا اللي طلعت عنه. أيضا الريفيو راح أعوفه بالآي كارد، موجود عندي بالقناة، طلعت عنه بالتفصيل. اليوم راح نحكي عن مزايا كل، او مو مزايا، مزايا هذا ماء الورد ثايرز، وفرق بينه وبين ماريو باديسكو. هذا ماء الورد امريكي، صناعة امريكية، هو بنبتة الويتش هيزل اللي هي نبتة موجودة عندهم بالولايات الامريكية، هناك مفيدة للبشرة، بيها منافع للبشرة والمسام، فهم مخليها بالتونر. هو أخذته ب15,000 المول منصور، وهو الوزن مالته أو السعة مالته مثل ما مبين هنا يبين إن شاء الله، 355 ملي. هذا هنا الكمية مالته كل كبيرة، هنا بينما هذا لا، الكمية مالته 118 ملي، هذا هنا 118 ملي. هنا هذا الويتش هيزل الماء الورد، ماء ورد خفيف على البشرة، ملمسه خفيف، تتشرب البشرة بسرعة، يناسب أكثر شيء البشرة الدهنية أو العادية أكثر من الجافة، لأن هو ما بي نسبة ترطيب. صح هو بي جلد صبار بي من ضمن المكونات، مكوناته طبيعية، بس هو ما بي نسبة الترطيب الموجودة بالتونر ماريو باتيسكو. فماريو باديسكو يناسب أكثر البشرات الجافة، البشرات الجافة أو العادية أكثر من الدهنية. هذا لا، هذا يناسب البشرات الدهنية والعادية أكثر من الجافة. الملاحظة اللي لاحظتها على هذا التونر إنه هذا ممكن تنظفين به، ممكن تنظفين بشرتش من المكياج، إذا كان مكياجش طبقتين مثلا ممكن يزيل لك طبقة من المكياج. هاي الشغلة ما جربتها ويا ماريو باديسكو، ما جربتها، بس ما أعرف إذا كان يزيل المكياج أو لا، بس هذا لا، هذا ممكن إنه أنتي تزيلين بيه المكياج، لطيف على البشرة. بس أني الملاحظة اللي لاحظتها على تونر ثايرز إنه ما يمنع ظهور الحبوب أو الرؤوس البيضة أو السوداء أو الآخرين، ما يمنع هذا الشيء، يعني إذا تريد تطلع حباية تطلع، هو ما يمنع الظهور مالتها. بينما ما لاحظت هذا الشيء ويا ماريو باديسكو، ماريو باديسكو ما طلعت أثناء فترة استخدامي إلا ما لاحظت إنه هو يطلع لي حباية أو رؤوس بيضة أو إلى آخره. فمن هالناحية عنايته بالبشرة أكثر من الويتش هيزل. الشيء الثاني المهم، الميزة الموجودة بماريو باديسكو ما موجودة هنا، إنه هو يصير على شكل بخاخ، هو على شكل بخاخ، هذا لا، هذا بالقطنة وتمسحين. فطبعا إذا أكو حباية على خدك اليمين وبالقطنة ومسحتي، طبعا راح تصير على الخد الأيسر، فيمكن هذا السبب اللي موجود هنا. لو كانوا مسوينه بخاخ، لو هم مسوينه على شكل بخاخ أحسن وأفضل من المسح بالقطنة. فهذا أهم الملاحظات بين التونرين. إذا أنتي محتاجة فد شيء مناسب للميزانية ويعمر وياك، أخذي ويتش هيزل ثايرز، يعني أخذي، هو من سعر رخيص وكميته كبيرة، وأيضا يناسب البشرة الدهنية. أما إذا أنتي تدورين على تقولين لأ، أنا أريد أهم شيء عندي العناية بالبشرة أكثر من السعر والكمية ولا آخره، أخذي ماريو باديسكو. وماريو باديسكو هذا الوردي، اللون الوردي اللي أنا استعملته، ما استعملت الأخضر، اللون الأخضر اللي أتصور أكو فرق أو ماكو فرق، ما أعرف صراحة، بس أنا مثل ما قلت هذا استخدمته أبو اللون الوردي. الشيء الثاني اللي أريد أقوله عن ثايرز إنه هو خالي من الكحول، هذا هنا الكحول فري، خالي من الباربن، خالي من البلوتين، وبي ريحة لطيفة هيجي ريحة لطيفة العفو. هذا لا، هو قال هنا أنا فقط خالي من الباربن، وقالين انه ممكن تستخدمينه كمثبت مكياج، يعني او ممكن تستخدمينه على الشعر. انا اعتبر انه هذا اسميه ماركتينج، يعني تسويق للمنتج، بينما بالاصل هو تونر. فارجو ان يكون الريفيو اليوم واضح لكم،
بس حبيت أقول فد شغلة همي المهمة قبل لا أنسى، إنه هذا عليا صلاحية، هنا الصلاحية العالية بعد الفتح سنتين، هنا إذا واضحة، هنا ما عليا تاريخ صلاحية، ما أعرف شنو السبب، ما عليا أي صلاحية هنا، ده تبين هنا ما عليا صلاحية، يعني دورت ظليت أفتش بالعلبة، ما شفت تاريخ صلاحية أو حتى بعد الفتح. على كل حال راح تستخدمينه انتي وتخلصينه، يعني مش قادر يبقى عندك، حتى لو يبقى عندك 6 أشهر فهذا متوسط، المتوسط أو حتى إذا سنة. إن شاء الله يكون الريفيو اليوم واضح وسريع ومفيد، وانتظروا الريفيوهات القادمة، اشتركوا بقناتي واعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو، ودوسوا على الجرس الصغير حتى توصلكم الإشعارات، وتحياتي لكم وشكرا.